السلام عليكم، صحة فطوركم وصحة رمضانكم. اليوم رانا متواجدين في مدينة وهران واكزاكتومون في عين البيضاء. اليوم كاين واحد المفاجأة مع قناة الأنوان والممثل تاعنا الشهير حمو بيلي كاميرا كاشي. الور اليوم جينا نديرو مفاجأة لواحد البروتيكسور منتج كبير في الجزائر اللي تعرفوه كاع، خدم مع الشاب حسني، خدم مع الشاب نصرو، شاب حسني الله رحمه الله، الشاب نصرو هو ربش النات الزهوانية. هذا الإنسان تعرفوه كاع، غادي يخليه لكم مفاجأة. رانا غادي يجينا نديرو له كاميرا كاشي او ميم طون انيفرسير تاعه. اليوم لو 4 افريل لانيفرسير تاعه، وتفكرناه قناة الأنوان كل خطرة غادي تتفكر فينا ان شاء الله. الوغ تبعونا. تأتي الفرصة لتكون لحظة تأمل واحتفال بمسيرة عيد ميلاد بن حوى بعلام الملقب ببعلام ديسكو، الذي بلغ من العمر 70 عاما. بفضل جهوده كمنتج أصبحت أغاني الراي لفنانين كبار مثل الشاب حسني، الزهوانية، الشاب خالد والشاب مامي أيضا، ليست مجرد أصوات تعبر عن فنهم، بل تحولت إلى تراث ثقافي يستمتع به العالم. اليوم نحن هنا لنعبر عن امتناننا واحترامنا لعيد ميلاد بعلام ديسكو، ولنحتفي بإرثه الثقافي الذي لن يمحى، ونتذكر دوره الكبير في إثراء الموسيقى وترويجها على مستوى العالم. جماعة شرف لينا كبير، مين رانا مع الأيقونة تاع الفن الجزائري لو غرون بروديكتور تاعنا خويا. غادي نعطوه الكلمة اللي غادي يقول لكم كيفاش راه يحس روحه اليوم. والله خلعتوني يا خويا، انا جو سافي با، جيت داخل لامبروفيز لقيت هذا حمو ديالنا هذا القالب، وانتم جيتوا مرحبا بكم. اي سا ما في بليزير اي الا يدومها ساعه علينا، الله يدومها ساعه ولا يدومها ساعه على كاع لي زالجيريان. ان شاء الله ربي يطول في عمرك. نتمنى غير الخير لهذه البلاد ولهذا الشعب، نتمنى ولا غير الخير خويا. نتمنى 365 جور 365 عيد لي زالجيريان، ونتمنى غير الخير، وماذا بينا بلادنا تزهر احسن من كاع احسن من البلدان. مرحبا بكم لي زانفيتي لي جدو كاع، مرحبا لاشين الجزائر انوان اللي حضرت معنا اليوم في مناسبه تاع اخونا بوعلام ديسكو مغرب اللي دار لانيفرسير تاعه، ودير له خطه، قلت له روح بكري اليوم، قلت له ما تجيش بكري، قال علاه، قلت له روح بكري. جو ريميرسي بوكو غانم صاحبي العربي، الكونطاب تاعنا كريم الدحمان يوسف عبد النور راشيد، اروح قرب راشيد عدمان دويدي. alors je souhaite que le bonheur, la joie, la prospérité, ceux de la santé. Un bon anniversaire à Boualem. Je me présente, je suis Atman, vice-président de l'association de la diaspora des Algériens résidant à l'étranger. On est venu spécialement de Paris pour fêter l'anniversaire à Boualem. Et un grand bonjour de Mounia et de Nordine. Merci à Boualem pour l'invitation. والله يتقبل رمضاننا وميرسي بوعلام، جويز انيفرسير، لونغ في، لا سانتي، لو بونور ان شاء الله. بقرين بوعلام والجماعه الحاضرين، نقول الجزائر مازالت بخير الحمد لله، و 1 2 3 فيف لالجيري ولالجيري. الله نحمد ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، فمن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أنت العزيز الحكيم. يا ربي إن شاء الله خونا أبو علام، إن شاء الله ربي طوله في عمره، ربي يشدنا فيك، وإن شاء الله يخليه قامة إن شاء الله، ربي يشدنا يا ربي هاد الفنانين الجزائريين، إن شاء الله ربي يفتح عليهم. أمين يا ربي، أمين إن شاء الله، تخلي لنا جزائر كل وردة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي جزائر إن شاء الله تعلى فوق قاع جميع البلدان إن شاء الله يا رب. دوبلي أمريكا إن شاء الله يا ربي، ونكونوا إن شاء الله إخوة إن شاء الله ومتحابين إن شاء الله، إن شاء الله يدخل علينا إن شاء الله العيد بالخير إن شاء الله. إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والنجاح النجاح لكم. مرسي أنوان، مرسي كريم، مرسي الأنسة لا كاميرا مان وومن، ومرسي معلم خويا غراس اتوانا في سيت فات عرفنا بالاستاذ الاساتذه اللي صحاب السينا صحاب الغليزان والجزائر كاع كومبليمونتير يوسف خويا وما نساوش الزاوس نور الدين اللي حنا الباب تاعه وراه غايب علينا لا نور الدين خويا نظام ما شاء الله نظام سمع شوفوا اخر كلمه حنا شوف نتاسف خويا قال كلمه شابه قال لك علاش لي ميكروفون راهم غايبين على ناس كيما هادو اللي خدموا الجزائر وراحوا للعالميه ما راحوش غير هنا ولا كيما جوار تاع بوله زعما غير هكا غير تما لعب وراحوا هذا راح للعالميه الحمد لله هذا راح ضرب العالم وخرج اجيال واجيال تاع فن علاش يا جماعه يا جيال يا القنوات علاش ما تجوش عند واحد كيما هكا الله يبارك ان كرو ارتست اللي راح اللي شرف كاع الجزائر وشرف كاع في العالم علاش ما يجوش عنده الور كلمة أخيرة تقولها لنا تقول على قناة الأنوار اللي جات زارتك صار فيها ان غران بليزير نشتكم داخلين لحمي شوك صار فيها ان غران بليزير ومرحبا بكم خوتي واللي جاء عندنا مرحبا به واللي ما يجيش الله يسهل عليه انت قامة وتبقى قامة وربي هو اللي يعرف قيمتك والسلام عليكم صحيت وشكرا.